شراكة محتملة بين شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل وبين شركة جوجل العملاقة، تسعى من خلالها أبل لاستخدام منصة محادثة الذكاء الاصطناعي جيميني التابعة لجوجل في هواتف آيفون. هذه المحادثات الجارية بين الشركتين تمهد الطريق أمام اتفاق ضخم يرى المتخصصون أنه قد يعيد تشكيل صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم. تسعى أبل من خلال هذه الشراكة إلى استخدام نماذج لغة الذكاء الاصطناعي التوليدية لتشغيل بعض السمات الجديدة التي سيتم إضافتها إلى برنامج آيفون خلال العام الحالي. من المنتظر أن تقوم شراكة بحثية بين أبل وجوجل في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الشراكة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تدفع فيه شركة جوجل التابعة لمجموعة الضابط منذ سنوات مليارات الدولارات سنوياً لكي تجعل محرك بحث جوجل هو الخيار الافتراضي على متصفح الإنترنت سفاري التابع لشركة أبل والمستخدم على أجهزتها مثل آيفون وآيباد. يرى المتخصصون أن هذا الاتفاق سيتيح دفعة كبيرة لمنصة الذكاء الاصطناعي جيميني من خلال توفيرها لمليارات المستخدمين المحتملين. في الوقت نفسه فإنه يمثل إشارة إلى أن أبل لن تواصل جهودها في تطوير منصة ذكاء اصطناعي خاصة بها كما يأمل البعض، في حين تهدد بإثارة المزيد من المخاوف بشأن حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار من خلال التعاون بين الشركتين العملاقتين.